صباح الخير، يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وسعادة كده وصحة يا رب ان شاء الله، وربنا يبعد عنكم وعنا جميعا كل الشر، يكفينا شر المرض جميعا. بجد موضوع ان المدارس قفلت الصفحات بتاعتها على الفيسبوك، انا من وجهة نظري شايف ان ده قرار صح، لان بصراحة اولياء الامور يعني عايشين على السوشيال ميديا في حالة هلع على طول، بيحبوا دايما ان هما يخوفوا نفسهم، مش عارفة يعني هو بيتلذذوا ان هما دايما عايشين في حالة رعب وقلق. بصوا بقى، انا دايما ما بمشيش ورا الاشاعات، يعني ما بلاقي خبر منتشر دايما بتحرى اني اعرف الخبر ده فعلا صح ولا غلط، وما بشيرش حاجة الا لما اتأكد فعلا من صحتها. امبارح كنت قاعدة في مكان في التأمين الصحي، واحدة قاعدة بتنشر خبر ان مبرة العصافرة قافلة بقالها 3 ايام بسبب ان في 3 حالات اتوفت كان عندهم فيروس كورونا. طبعا انا قعدت سمعت الكلام ده وقلت لها حضرتك جبتي الكلام ده منين؟ قالت لي ده على موجود على الفيسبوك. طبعا انا ما قريتش حاجه زي كده، وبعدين مش عارفه مين قريبتها ساكنه جنب المستشفى وهي اللي بلغتها الخبر. طبعا دي فرد نشر، في ناس سمعت صدقت، في ناس سمعت ما صدقتش. طب اللي صدق خد المعلومه وراح ينقلها زي ما هي، طبعا طبعا ايه، وهتتحبش شويه ايه تحابيش كده حلوه علشان ايه الاشاعه تسخن. المهم انا جيت اتاكدت من واحده صديقه ليا في المبره، لقيت فعلا ان المبره شغاله، الكلام ده غير صحيح تماما، مفيش اي حالات اتوفت بكورونا. احنا ما عندناش في مصر غير الحاله اللي هم بيقولوا ظهرت في القاهره، غير كده احنا ما عندناش الحمد لله حاجة. بس فعلا احنا البلد فظيعة في موضوع الاشاعات. فجأة من ايام الالتهاب السحي، احنا كل سنة على كده، احنا كل شوية في هوجة بتطلع، و يعني هو زي ما تقولوا كده بيبقى في ناس ايه هي ما لهاش شغلانة غير تطلع تقول خبر كذب اشاعة، والناس بدون لا وعي وبدون تفكير تجري وراها وتشيرها وتنشرها، وايه ولما تخش تتكلم معاها تلاقيها بتتكلم بكل ثقة ان هي صح. هو يا جماعة انتوا لما تنشروا الاشاعات دي هتستفادوا ايه؟ انتوا لما بتشيروا حاجة غلط او بتنشروا حاجة مش صح هتتحاسبوا عليها، ما تستهونوش باللي انتوا بتعملوه، دي مش هينة. فانا لازم عشان اشير حاجة ولا انشر خبر لازم اتحرى الصدق وان فعلا ده حقيقة. ادي انا حاجه بقول لكم، بقول لكم تجربه حصلت معايا، ان فعلا الناس بتنشر اخبار غلط والناس كتير بتصدق. يعني يا ريت يا جماعه احنا ما بقناش صغيرين وبقى عندنا الوعي الكافي ان احنا نفكر في الحاجه وندور على الصح بتاعها قبل ما نشيرها. زي بالظبط خبر فلان اتوفى، تبصي تلاقي ايه طلعوا اشاعه ان ممثل اتوفى، هوب الخبر ينتشر وتطلع في الاخر ان هي اشاعة. طب انت استفدت ايه لما نشرت الاشاعة دي؟ انت شلت ذنب. قبل ما تشير، انا قريت دلوقتي خبر على الفيسبوك، اي خبر بقى ادخل كده على جوجل على المصادر الموثوق فيها، زي اليوم السابع، في حاجات تانية كتير يعني، بس انا بالنسبة لي بدخل على اليوم السابع بتأكد من الخبر، لقيته صح بشيره، ما لقيتلوش اي وجود ما بشيرش. يا جماعة بلاش 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 تنشروا الموضوع الاشاعات. دلوقتي المدارس دي قفلت الجروبات بتاعتها، وده اللي في الغالب علشان خاطر اولياء الامور. طبعا بعد موضوع الطيارة اللي كانت هتيجي النهاردة واتلغت الحمد لله، طبعا كانوا هيبدأوا بقى ينشروا والمرض انتشر وكورونا والمدارس، وتلاقي بقى هوجة الامهات على الفيسبوك والدنيا قامت وولعت بدون داعي. هو الحمد لله طبعا احنا كلنا، انا واحده من الناس اكيد كان هيبقى عندي قلق لو الطياره دي جت مصر، لان فعلا كان في احتمال كبير
ان فعلا الميكروب يدخل مع الرحله اللي جايه، ما فيهاش شك. لكن دلوقتي هي خلاص الرحله اتلغت، ده ما زالت ناس مستمره على الفيسبوك: يا جماعه الرحله والطياره وصلت. هو في ايه؟ طيارة اللي وصلت، وانتم مش عايشين معانا في الدنيا ان هي الرحله اتوقفت وخلاص اتعلقت لغايه يوم 18 في الشهر او مش عارفه كام. تمام، فياريت كده نهدى بقى شويه، وقرار المدارس ده قرار محترم جدا. وفعلا احنا اللي مودينا في داهيه السوشيال ميديا من كتر الاشاعات اللي بتنتشر والاخبار اللي الناس ما بتتحرش عنها الصدق وتنشرها. يا جماعه راجعوا اي حاجه قبل ما تشيروها. انتوا ما تفرحوش ان انا هبكون اول واحده شيرت الخبر ويطلع في الاخر خبر كذب. انا شلت بقى ذنب الاشاعه اللي انا عملتها دي، يعني حرام حرام، هي الدنيا مش مستاهله. يعني كده يا رب ان شاء الله يحفظنا ويبعد عنا كل شر وعن ولادنا، ويا رب كده يحمي مصر ان شاء الله واهلها وشعبها ويحمي الدنيا كلها يا رب ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.